هكذا الانطلاقات، هكذا الانفعالات في هذا الصباح. مستمر شوطنا الثاني عشر في مجموعة الأشواط الصباحية، خصصنا أيضا للأبكار الحقائق مسافة 3 كيلومترات. نسير مع الصدارة، نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. من تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق مع البداية على مقدمة هذا الانطلاق وعلى المركز الأول في هذا الإبداع المستمر وفي هذا الانطلاق الكبير مع بداية هذا المسار ومع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني على الوصول في هذه اللحظات من حشمة وحمد المطر بن عمير الشامسي يتقدم على مستوى المركز الثاني. أما ثالث الأسماء على الوصول من هنا أيضا من خلال تواجد في هذا المسار تغرودة وحمدان بخميس بن ناصر السنيدي يقدم لنا تغرودة على مستوى المركز الثالث. أما رابع الأسماء ورابع هنا أيضا الإبداعات الشاهينية الزاع بن سعيد الكلباني يتقدم على مستوى المركز الرابع. أما خامسا شوف الوصول من الشاهينية وحمد بن سيب الحودي الشامسي. هذه النتيجة للأسماء الخمسة الأولى. نداءنا للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، ما شاء الله وتبارك الرحمن. تابع بقية الأسماء، بقية الشعارات الحاضرة المتقدمة في هذا الانطلاق المستمر الباحث عن ناموس وانتصار هذا الشوط. يا سلام يا سلام، نعود مع الصدارة، نعود مع بداية الانطلاق، نعود مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. انت تقدم في هذه اللحظات وتنطلق مع الصدارة، تنطلق مع البداية على مقدمة هذا الانطلاق وعلى المركز الأول في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المستمر. هذه هي شاهينية حمد بن سيب الحودة الشامسي، ولكن حصل تغيير من خلال هنا أيضا تواجد ومن خلال تقدم الشاهينية حميد بن راشد بن فالح الشامسي بدأ يغير مع الصدارة، بدأ ينطلق مع بداية هذا الانطلاق ومع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق. المركز الثاني شاهينية حمد بن سيب الحودة الشامسي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث شوف الوصول في هذه اللحظات وشوف التقدم في هذا الانطلاق المستمر من خلال تواجد غزر وخليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي يتقدم على مستوى المركز الرابع غير إلى الثالث. تابع بقية الشعارات، تابع بقية الأسماء المنطلقة في هذا الإبداع الكبير، ولكن الشاهينية تنطلق مع البداية على مقدمة هذا الشوط. حميد بن راشد بن فالح الشامسي مع صدارة هذا الشوط ومع مقدمة هذا المسار ومع المركز الأول، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق وعلى هذا الإبداع المستمر، ما شاء الله. هذه هي الشاهينية تنطلق بالانطلاق التلقائي بالإبداع التلقائي مع البداية. حميد بن راشد بن فالح الشامسي يتقدم مع بداية هذا الانطلاق ومع مقدمة هذا الشوط. بن منينة قادم في هذه اللحظات، بن منينة قادم مع المركز الثاني. يا
سلام يا سلام، المعركة ثنائية، الصراع ثنائي يا سلام. ولكن بن منينة، ولكن بن منينة، تهانينا والناموس لمالك هنا أيضا غزر خليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي، تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهينية حميد بن راشد بن فارح الشامسي، المركز الثالث عند بالعري، المركز الرابع شوف الوصول في هذه اللحظات ما مدونا معنا في كشف البيانات، أما المركز الخامس على الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذا الانطلاق من خلال توقيت شعار هنا أيضا محفوظ بخميس أليني بهذه نتيجة توقيتنا الزمني في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع المستمر. تهانينا والناموس جميع الأخوة الفائزين.